الثقل الجزائري في مرافقة تونس خلال أصعب فترات الانتقال الديمقراطي لا يزال يلقي بثقله على الصعيدين الشعبي والرسمي في تونس ما بعد الثورة، وليس أدل على ذلك أكثر من اختيار الرئيس الباجي قايد السبسي الجزائر محطة خارجية أولى بعد توليه السلطة رئيسا للبلاد. هذا الاختيار تفرضه معطيات تاريخية، لكن تمليه اليوم متغيرات أمنية واستراتيجية تمر بها المنطقة، لعل أكثرها تعقيداً فشل تجربة الانتقال السياسي في ليبيا وما تبعها من تنامي التهديدات الإرهابية وفوضى السلاح، ما يجعل مواجهة هذه التحديات الانشغال الأول للجانبين الجزائري والتونسي. زيارة الرئيس باجي قايد السبسي للجزائر ودلالتها محور نقاش عدد اليوم من برنامج قراءات نطرحه كما يلي: إذا كان التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب بين الجزائر وتونس يمليه الواقع والظرف والضرورة، ماذا عن المجالات الأخرى، لا سيما وأن التبادل بين البلدين يبقى ضعيفا مقارنة بالممكن الوصول إليه يقول البعض. وبلغة المصالح، هل فعلا كفة التعاون التونسي الجزائري متوازنة، أم أن الجزائر تعتبر تونس بلدا موردا لملايين السواح وكفى، فيما لا يسجل استثمار الجزائر هناك إلا نسبة قليلة مقارنة بعدة دول أوروبية مثلا. وأخيراً، وبوصول تونس إلى بر الأمان سياسياً على الأقل، ألم يحن الوقت فعلاً للحديث مجدداً عن اتحاد المغرب العربي؟ وهل لدى تونس رؤية مقاربة للاتحاد الذي زاده الربيع العربي فتوراً؟ السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قراءات يأتيكم من قناة الجزائر تي في. إذن كما تابعتم من خلال هذه المقدمة التي نضع من خلالها بعض محاور النقاش الذي يكون ومخصص اليوم لزيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، طبعا زيارة فيها الكثير من الدلالات السياسية الاقتصادية والدلالات أيضا الإقليمية، باعتبار أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها للجزائر. هناك من ربط هذه الزيارة ب يعني الواقع الذي تعيشه تونس اليوم، مثل ما حدث مع الزيارة التي جاء بها إلى الجزائر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبالتالي دولتان عربيتان عاشتا الربيع العربي ثم تعودان إلى حضن التعاون الجزائري. هناك أيضا من تحدث عن أن هناك محور جزائري تونسي مصري إماراتي في سياق التطور في المرحلة القادمة، وهذا ردا على محور عربي آخر كان فيه نوع من اللا اعتدال. كثيرة هي القراءات إذن التي تحملها زيارة الباجي قايد السبسي إلى الجزائر، وأرحب بكم مجددا وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة للاستفادة من النقاش الذي نقدمه مع مختصين في مختلف المجالات. أهلا وسهلا بك الأستاذ عبد الوهاب بناط الخبير الأمني، مرحبا بك سيدي. شكرا موصول وشكرا. أهلا وسهلا بك سيدي. كما أرحب بالدكتور أحمد شطري الأستاذ بجامعة الجزائر علاقات دولية، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أرحب أيضا بالأستاذ شكيب جهري نائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية الوطنية بالمغرب العربي والدول العربية وإفريقيا وآسيا عن حزب جبهة التحرير الوطني، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بزميلي الإعلامي عبد الوهاب جاكون مدير يومية لانوفير بيبليك. أهلا سي سمير. أهلا وسهلا. دون إطالة ندعوكم مشاهدينا الأفاضل إلى متابعة هذا التقرير والتعرف على بعض محاور الأخرى غير ما جاء في هذه المقدمة للتقرير الذي عده رضوان بوساق. الجزائر تونس محور لا تجده الصدفة أو الإرادة الفردية، بل يفرضه الجوار والتاريخ المشترك، وكذلك وبالضرورة التنسيق الأمني مع امتداد الخطر الإرهابي الذي هدد ويهدد تونس، والذي يستلزم وبالضرورة وقوف الجزائر إلى جنبها من أجل مكافحته. وهنا لا ينسى أي جزائري أن تونس وفي عز الأزمة الأمنية التي ضربت الجزائر
ظلت متنفسا للجزائريين في وقت تخلى فيه الكثير من الأشقاء على الجزائر، ومنهم حتى من شجع على تدهورها الأمني. من وعد وفى باجي قايد السبسي الرئيس التونسي أيام كان مرشحا لرئاسة تونس، قال أنه مباشرة بعد انتخابه ستكون الجزائر الجارة الغربية أول بلد يقصدها. الجزائر هذه التي وقفت إلى جنب تونس، التي خرجت وبنجاح باهر من عنق الزجاجة، وأثمر ربيعها فعلا ديمقراطية رغم المرور بظرف سياسي عصيب ظلت فيه الجزائر في مرات كثيرة تلعب دورا غير معلن للوساطة بين الإخوة الفرقاء في تونس. فحج السبسي إلى الجزائر وكذلك زعيم التيار الإسلامي راشد الغنوشي من أجل الاستلهام من الحكمة الجزائرية التي لا تبحث لا على ناقة ولا جمل في تونس، لا سيما وأن التعويل على قطر التي أرادت ركوب ظهور بلدان الربيع العربي ما لبث أن تحول دورها إلى خرافة. ليس هذا فقط، دعمت الجزائر تونس اقتصاديا عندما كانت أحوج ما تكون إلى فلس في الخزينة التي تركها بن علي خاوية. ليس هذا فقط، التنسيق الأمني مع الجزائر من أجل دحض الإرهاب جعل المعلومات الجزائرية الاستخباراتية المتقدمة مطلبا تونسيا، خاصة وأن العديد من الإرهابيين محل بحث مشترك. كل هذا إضافة إلى ما تشهده ليبيا من تدهور أمني يدفع ثمنها تونس والجزائر وحدهما. وبالرجوع إلى السياسة ومع وصول السبسي للحكم يعود السؤال عن مستقبل اتحاد المغرب العربي المعطل بوضوح منذ سنوات، والذي يقسم ظهره ربط المغرب مسعى دفعه من جديد بموقف الجزائر من الصحراء الغربية، القضية التي لعبت تونس زين العابدين فيها على الحبلين. فهل من وضوح مع وصول السبسي إلى قصر قرطاج؟ وفي انتظار هذا تبقى تونس والجزائر تحقق تواصلا مغاربيا منقطع النظير بواقع ملايين الجزائريين الذين يقصدون تونس سياحة، والمؤشرات التجارية بين البلدين في انتظار المزيد طبعا. وفي انتظار هذا المزيد كما جاء في تقريرك رضوان بوساق، أبدأ بالنقاش معك الخبير في العلاقات الدولية المحلل السياسي أحمد شوتري. إذا تحدثنا عن ما جاء في سياق هذا التقرير، هل يمكن أن نتحدث أن يعني هذا التعاون طبعا هو تعاون تاريخي، تعاون تقليدي إن صح التعبير، دائم بين البلدين باعتبار طبعا عوامل تاريخية، عوامل تربط الشعبين، أيضا متعلقة بجوانب حيوية اقتصادية. هل هناك نظرة جديدة فيما يتعلق بهذا التعاون مع وصول باجي قايد السبسي إلى الرئاسة في تونس؟ وبالتالي نتحدث عن باجي قايد السبسي، نتحدث عن عبد الفتاح السيسي، ونتحدث عن الجزائر ومحور عربي جديد معتدل يعود إلى الحاضنة التي هي الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أي واحد يزور الشارع التونسي، يعني خاصة أنا كثير المرواح إلى هناك وعندي علاقات مع بعض السياسيين، فتشوف رؤية كبيرة عند التوانسة أو إجماع عند التوانسة شعبيا أولا بالنسبة للجزائر، يتفائلون دائما بالجزائر ومعولين كثير على الجزائر في دعمهم، في دعمها لهم، خاصة في الجانب الاقتصادي والسياسي والاستقرار والأمن يعني. نعم. هذا بالتأكيد سيكون دافع كبير للقادة السياسيين في تونس بجميع اتجاهاتهم، مثل ما كان يحكي التقرير الرئيس السيد الرئيس بوتفليقة استقبل قبل الانتخابات الغنوشي، واستقبل قايد السبسي، واستقبل ربما آخرين. فمن دون شك الهاجس الكبير بالنسبة للنظام الجديد اللي يقوده السيد قايد السبسي وما يعرفه عن الجزائر من أيام الثورة إلى يوم ما كان يتقلد مناصب عليا في حكومة بورقيبة، فهو يعرف وش هي الجزائر وش وزنها وش هو تأثيرها. ولذلك أي واحد يحكم تونس في الظرف الصعب هذا ليس له بديل أول إلا أنه يحمي ظهره بالجزائر الأخت الكبرى، المهمة اقتصاديا، المهمة سياسيا، المهمة أمنيا، التي تملك خبرات كبيرة. فأي عاقل، أي واحد يحب ينجح أنه لازم ما يواجه الجزائر، بالعكس لازم أنه يحمي نفسه
بالجزائر، ولذلك أنا أشوف في الزيارة هذه طبيعية جدا ومطلوبة جدا، ليس أمام الشعب التونسي وإنما واقع. هذا الواقع الحال، وين يروح؟ يروح مصر وضعها صعب، يروح ليبيا وضعها صعب، يروح الجنوب وضعه صعب، يعني في إفريقيا، أوروبا حاجة أخرى. فالجزائر يهمها استقرار المنطقة، هذا اللي صالحها، يهمها التعاون مع دول المنطقة بإخلاص وإلى آخره. وربما التقرير هنا قلل من قيمة، أو جناب قلت من قيمة نسبة التعاون، كلنا احنا نشمئز أنه في التعاون مع البلدان العربية دائما ضعيف. فأعتقد المرحلة القادمة سوف يشهد ارتفاع كبير، وخاصة مع دول المغرب العربي وفي مقدمتهم تونس. شكرا دكتور أحمد شطري. الأستاذ شكيب جوهري، وأنت نائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثل الجالية الجزائرية بالمغرب العربي وما إلى ذلك، أنا حزب جبهة التحرير الوطني، أكيد أنه لديك احتكاك بالأوساط الشعبية وبالأوساط يعني السياسية التونسية. يعني في هذا التحليل الأول الذي قدمه الدكتور شطري، نعلم يعني هذه النتائج أفرزت الباجي قايد سبسي رئيس، يعني هذا أمر واقع موجود، لكن أيضا ما بعد باجي قايد سبسي كرئيس أكيد أنه فيه دلالة سياسية معينة، رسالة من الشعب التونسي بغض النظر على الشؤون الداخلية، الاستقرار الداخلي وما إلى ذلك على الجبهة الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالفعل كما قال الأستاذ فيه معناتها نية واضحة عند الإخوان التونسيين على جعل الجزائر هو الشريك الأول والمفضل لتونس. حقيقة هو فيه شبه إجماع سواء الطبقات الشعبية أو الإعلاميين أو حتى الطبقة السياسية على الدور الإيجابي الذي لعبته الجزائر يوم كان هذا المسار الديمقراطي أو الانتقالي مهدد بشكل كبير، حيث تدخلت الجزائر لجمع ما سمي وقتها الفرقاء، وهما تيار النهضة بقيادة السيد الرئيس الباجي قايد سبسي ونداء تونس، النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي ونداء تونس بقيادة السبسي. وصارت هذه الجولة من النقاش والحوار هنا بالجزائر برعاية من فخامة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويعلم التونسيين أن الجزائر لها فضل في مواصلة المسار الديمقراطي ووصوله إلى انتخابات نزيهة وشفافة أفرزت عن برلمان شرعي وعن رئيس الجمهورية. الآن ما ينتظر التونسيين أو ما هي رسالة التونسيين تجاه هذا النظام الجديد هو أولا وقبل كل شيء فرض الاستقرار والرجوع إلى عجلة التنمية التي كانت عليها بالوتيرة التي كانت عليها تونس قبل أحداث 2011، لا سيما وأن هذا الانتقال الديمقراطي كان له مخلفات أو ردة حول الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد، مما أدى إلى مغادرة العديد من المستثمرين، الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية خلال العديد من المقاولين وكذا يوقفوا نشاطاتهم. الآن البطالة هي تغذي كل الاحتجاجات اللي راهي موجودة في تونس. المنطقة الداخلية أو ما يسمى المنطقة الغربية وهي الشريط الحدودي بين الجزائر وبين تونس هي المنطقة أكثر تضررا وأكثر احتياجا للتنمية وإلى الاستقرار ودفع الاستثمار إلى هذه المناطق لخلق مناصب شغل لوضع لإعطاء أفاق أخرى لهذا الشباب. الآن هذه التحديات كلها أظن تضع الجزائر بصفة عادية وتلقائية كالشريك الأول والطرف القوي الذي يجب الاعتماد عليه فيما يخص الملف التونسي. نعم، والآن السيد الباجي سبسي رئيس الجمهورية التونسية في هذه الزيارة أعطى هذه الرسالة هذه، وأظن أن هذا أصبح تقليد بحيث أنه هو كان رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية وأول زيارة قام بها كانت الجزائر وكل الحكومات التي تعاقبت بعده. نظن هنا فيه رسالات واضحة، وأظن أنه الإرادة هذه يجب أن تترجم في الواقع عبر تكثيف التبادلات، تكثيف التعامل الاقتصادي، وخاصة المناطق الحدودية التي حتى من جهة الجزائر تعد النقطة الضعيفة في التنمية في هذا البلدين. شكرا أستاذ شكيب جوهر، سأعود إليك في سياق النقاش. أستاذ عبد الوهاب جاكون الإعلامي، مصر دولة عاشت الربيع العربي، أول زيارة لانتخاب عبد الفتاح السيسي كانت إلى الجزائر، يعني قال ما عندي أنا الوجهة تاعي باينة نروح للجزائر، هذا فيه ميساج كما نقولوا فيه رسالة. الباجي قايد السبسي بعد انتخابه قال، وحتى شفت أنه في التقرير يعني في الحملة الانتخابية قال الشريكة أو يعني البعد القومي تاعنا هو الجزائر. الجزائر دولة لم تعش الربيع العربي،
يعني جمهورية في المنطقة لم تعيش الربيع العربي. تونس دولة عاشت الربيع العربي وتدعمت هذه الثورة من دول أخرى، دول عربية وغير عربية، وأنت يعني تعرف ما الذي أقصده بالضبط. اليوم واقع تونسي أو مدعم من قبل إلى غير ذلك، ومع الجزائر كيف يمكن أن يلتئم هذا في سياق يعني التوازن الاستراتيجي في المنطقة؟ والعلاقات التونسية الجزائرية كانت دائما علاقات متميزة، يعني حتى في السابق، نظرا يعني للتاريخ، نظرا للعلاقات الإنسانية، لأن فيه يعني عائلات متكونة من جهتين، يعني نفس العائلات، يعني دارة الصهر يعني موجودة كثيرة، يعني ولا سيما في الحدود. كانت فيه تجارب يعني حتى فيما يخص التنمية، مصنع الإسمنت في الحدود، حتى وإذا كانت يعني تجربة فاشلة، يعني ما كما يقولوا ما حققش النتائج المرجوة. كذلك الجزائر أمن تونس أنها تأمن نفسها أيضا، يعني هي بدها أن كل الحدود حدودها مع يعني مع الجيران تكون يعني مؤمنة. إذن لما تأمن يعني حدودها مع تونس وتونس المؤمنة، معناها أنها أمنت حدودها، وبالتالي حتى احنا مستفيدين من يعني أمن يعني تونس. كذلك لازم ما ننساش في يعني في العشرية السوداء ما كانتناش مشاكل من الجهة الشرقية، بالعكس كانت عندنا مشاكل من الجهة الغربية، وكان حتى بعض يعني قادات الإرهاب كانوا كما نقولوا احنا يلجؤوا الى الجار يعني الغربي، وهذه نقولها بكل صراحة. ولربما الشيء اللي يخلي العلاقات انها تكون متميزة لربما هي المواقف السياسية يعني المتشابهة يعني في كثير من المسائل، كذلك هو طبيعة الأنظمة سواء كان في الجزائر أو في تونس، هي أنظمة كما نقول احنا جمهورية، يعني سيدي سيستم يعني. اسمح لي هنا نوقفك نقطة عبد الوهاب، استفسر منك ونخليك تكمل النقاش. طبيعة النظام السياسي في الجزائر جمهوري واضح، يعني نظامنا معروف. ثانيا اسمح لي أنا هذا، وأنت رجعت إلى لب السؤال والنقطة التي أبحث عنها، لأنه تونس يعني نظام جمهوري وما إلى ذلك، ولكن عرف الربيع العربي يعني فيه تغييرات، فيه دعم خارجي، فيه إرادة شعبية. اليوم التوازن كيف، أو إن صح التعبير التعاون، يعني كيف يكون بين طبيعة هذه النظامين؟ لا يعني أولا هي كما نقولوا التعاون يعني عادي كما نقولوا احنا بالنسبة لنا عادي، لأن اليوم تونس راهي عايشة في مخاض، ما زالت كما قال الزميل، حتى وإذا كانت فيها ثورة ولا كما نقولوا احنا زالت يعني دعمت يعني المسار الديمقراطي في تونس، ولكن كاين مسائل شائكة ما زالت مطروحة، وبالأخص يعني المشكل الجانب التنموي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي. وتونس يعني كما نقولوا احنا بمفردها ما تقدرش تقوم بهذا الجهد، وهي رأت في الميدان، في رأية الميدان كانت في التزامات من طرف الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ في الميدان الالتزامات نتاعه والوعود نتاعه، ولكن الجزائر في حينها التزمت وساعدت، يعني ساعدت كما نفس الدور، يعني نفس الدور اللي قامت به إزاء إخواننا المصريين، مع العلم أن إخواننا المصريين يعني في قضية يعني جوهرية خانونا شوية، يعني بكل صراحة، يعني وانا نتكلم لنا على قضية الصحراء الغربية، والجزائر يعني ساعدت يعني بجهد كبير مالي مصر، يعني نقولها بكل صراحة. شكرا جزيلا لك سي عبد الوهاب جاكون، مدير يومية لانيفر ريبوبليك. نفتح الشق الأمني، الخبير العسكري عبد الوهاب بناط. اليوم تونس طبعا إلى جانب الدول الأخرى في المنطقة، الجزائر دول كثيرة فيه يعني أزمة تعيشها الشقيقة ليبيا فيما يتعلق بالوضع الأمني والوضع السياسي والفوضى والانفلات ما إلى ذلك. ما هي يعني نقاط القوة التي يستفيد منها الجانبان في محاولة محاصرة ما يتعلق بالأزمة أو الوضع في ليبيا، يعني لأن تونس يعني على في بوابة يعني ليبيا؟ قبل الخوض في إجابة على السؤال، يعني حبيت نتكلم على أنه على اعتبار أنه الدولة الجزائرية ودولة تونسية ماضي وتاريخ مشترك، جغرافيا مشتركة، مصير مشترك، تحديات مشتركة في ظل الأزمة التي تعيشها المنطقة، يعني من بؤر توتر. احنا شفنا الأزمة في ليبيا التي ألقت بظلالها على الشأن الداخلي التونسي،
يعني انا في اعتقادي انه هذه الزياره ستكون يعني نقطه تحول من العلاقات العاديه الى علاقات تعاون وشراكه، واظن ان الملف الامني سيحظى ب يعني بحصه الاسد في النقاش الذي س من اي جانب يا استاذ؟ يعني مثلا الملف الامني هل سيتم ارسال من الجانبين يعني؟ لا يعني قال مثلا هل سيتم ارسال بعثة التكوين؟ هل أكيد سيتم مثلا أكيد يعني تبادل الارهابيين؟ هل سيتم تبادل المعلومات بينه وبين تونس؟ كيف يمكن ان يستفيد الجانبان في التعاون الامني؟ شوف سي سمير، هذه زياره دوله، سيتم فيزي ديتا تاع السيد الباجي قايد السبسي، هو يعرف تسير دولي بالحكم يعني بحكم الخبره تاعه. أنا في اعتقادي أنه ستكون يعني العلاقات ستشمل الكثير من المحاور، يعني ملفات التنمية وملفات التنمية والتبادل التجاري والتبادل يعني سياحي واضح مرتبط باب كله باب الأمني. الآن باب الأمن لا تنمية بدون أمن، يعني هذا مفروغ منه في ظل الأزمة تاع دول الساحل وتاع ليبيا التي كما أشرت أنها ألقت بظلالها يعني عندها ارتدادات وتداعيات على الشأن الداخلي التونسي، والأمن الجزائري العمق تاعه يمتد إلى يعني إلى الدولة التونسية وإلى الدولة الليبية وفي في في اتجاه معاكس. يعني الملف الأمني سيكون بالتأكيد يعني تبادل الخبرات والتكوين، تبادل في المعلومات، يعني ممكن يتفقوا على وضع رزنامة يعني لتحدد الطريقة والكيفية تاع إطار العمل المشترك، وذلك لوضع آليات المكافحة. ولكن هذا موجود؟ لا، رانا قلنا ترتقي العلاقات من طبيعتها يعني العادية إلى علاقة شراكة. في الماضي كان تبادل يعني تبادل، وتونس تعيش مرحلة الإرهاب. احنا شفنا النشاط تاع الجماعات المسلحه في الشريط الحدودي في كثير من الاحيان، يعني قوات الامن الجزائريه ولا التونسيه تضبط يعني عمليه تسلل من الجهتين، خصوصا لما تكون عندهم يعني عمليات تاع يعني يكون عندهم معلومات مؤكده من الجانب الجزائري ولا من الجانب التونسي. ممكن يكون فيه يعني إطار قانوني، يعني ممكن تكون اتفاقية يعني لتسليم وتسلم يعني نعم الموقوفين على ذمة التحقيق، يعني إذا محسوب في اعتقادي أنه إذا كان يعني الأمور يعني تمس بالأمن يخص الدولتين أكيد سيكون يعني اتفاق بين وزارة العدل الجزائرية ووزارة العدل التونسية. نعم. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب بناط. الآن في الجانب ليس بعيد عن الجانب الأمني، ولكن في الجانب الإقليمي أستاذ أحمد شوتري، يعني اليوم هناك يعني تكتلات تمليها الضرورة الدولية، يعني تكتلات اقتصادية، تكتلات سياسية، ويعني هناك كونية عالمية إن صح التعبير هي التي تشرف على كل شيء تقريبا في العالم بما فيها يعني في الجانب الإفريقي والعربي وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن أن يعتبر هذا التعاون أو الشراكة الجزائرية التونسية يعني محرك للمنطقة وتشكل صمام أمان للوقوف أمام يعني هذه الموجات الجديدة من الكونية العالمية، مثل ما يحدث في كثير من الدول العربية تحت مسميات الربيع العربي وما تمخض عنه داعش وما إلى ذلك؟ هذا اللي كنا احنا دائما نطالب به احنا كقوميين، يعني قوميين بعثيين وقوميين، المهم احنا انشئت وحدويين بدون وحدويين. نعم. هل ترى أنه ما زالت واقعية للوحدة هذه؟ واقعية طبعا، الآن ضرورة أكثر، الآن نسبة المؤمنين بها يزدادون بحكم الواقع. بكري كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات شعارات وكانت نظريات وأفكار، ربما تداولها النخب أكثر منها جماهير، ولكن الآن الواقع، الآن الاقتصاد الأوروبي مع أو الاقتصاد العالمي يعني مع التطورات الدولية الجديدة لم يعد يقبل يتعامل مع اقتصاد صغير. الاقتصاد الآن الشركات الكبرى تريد حينما تخرج الشاحنة من جبل طارق ما يلزمش تحدها حدود حتى توصل وراها رايحة، يا لمصر يا تعبر مصر ليه، هذه شروطهم ما عاد يقبلوا هما نفسهم. أنا كي نقرأ
وثائق برشلونه لازم مطبوع 2010 ماذا بيا كل الناس يقراوه، مهم جدا مهم جدا. احد البنود اللي فيه تشجيع تكامل الاقتصاد المغاربي. احنا ليش ما نتمسكش بهذه بكري؟ احنا كعرب نواجه رفض الغرب لهذه التقارب حتى بين دولتين هو ما يريد يفسدها. الآن هو نفسه في حاجة أنك أنت تشكل اقتصاد مشترك، شركات مشتركة، تنقل رأس المال، تنقل الأفراد، تنقل، يعني ليش احنا ما نتمسكش بها؟ ليش احنا ما نقويهاش؟ ولذلك أنا نتمنى أن الجزائر بثقلها الجغرافي والإمكانيات نتاعها وبوعيها إلى آخره ونخبتها أنها تلعب دور مش محور كما هو مطروح عند بعض الدول اللي هو محور سياسي ومحور تشويش. لا، نريد محور ثابت اقتصادي اجتماعي سياسي ثقافي لمصلحة الجماهير. ولذلك إذا نجحنا في التجربة التونسية الجزائرية ممكن تتعمم. طيب، ولكن أستاذ أحمد شتري نكمل معك. الوحدوية هذه يعني أما فيها نوعا ما يعني الوضع صعب، الوضع صعب أمام ما يعيشه العالم العربي من محاولات التفتيت. يعني شفنا كثير الدول العربية تتعرض إلى التفتيت بأساليب غير مباشرة، بأساليب غير مباشرة وتحت مسميات مختلفة، ولكن إن كانت هذه المخططات سواء مخطط الشرق الأوسط الكبير أو مخططات أخرى، ما هي الركائز المتبقية عن الدول العربية باش ما يقعدش الكلام مثالي نروح للواقعية؟ كيفاش العمل وحده؟ العمل والواقعية. احنا لازم نبني جبهاتنا الداخلية. إذا ما انطلقناش من جبهاتنا الداخلية، الجزائر جيد. داخل الجزائر وعلى المغرب العربي وعلى المشرق وعلى كذا، فإحنا سبق نبقى ندور في الفراغ. جبهة داخلية ممتاز. جبهة داخلية وإقرار برامج عمل حقيقية، موش كلام موش شعارات، عمل لازم التوانسة يحسوا به ويذوقوا حلاوته، والمغاربة والجزائريين والمصريين وإلى آخره. طيب، على اختلاف الفسيفساء الداخلية الأستاذ شكيب جوهري، وأنت كنت متواجد، يعني أنت متواجد بتونس وتعرف طبعا الشأن التونسي مطلع عليه مليح. الجبهة الداخلية، خلينا من الجبهة الداخلية الجزائرية تاعنا، الجبهة الداخلية التونسية، ما هي الركائز المتوفرة التي يعني قال نعتمد عليها، قال الدكتور نعتمد عليها لنخرج من جانب، يعني قال مثلا الوحدوية دي باش ما نقعدوش نتكلموا كلام خرافي. هل التوانسة في الجانب الداخلي مستعدين لنضال من أجل هذا الهدف؟ يعني وعلى اختلاف الفسيفساء السياسية طبعا، لأن عندهم إسلاميين عندهم كل. وفي الواقع حقيقة كما قال الأستاذ، الشعوب الآن تونس والجزائر والمغرب العربي والدول العربية، الشعوب الآن هي التي تطالب أن نحقق كساسة وكقيادات سياسية ودول الوحدة العربية والوحدة المغربية. الطبقة السياسية التونسية باختلاف ألوانها واتجاهاتها، سواء يمين كما يقال كما حركة النهضة وحزب إسلامية، أو يسار وفي حزب شيوعية وحزب عمالية، أو الوسط والدساتيرة اللي هم المؤسسين كما نعرف اللي عندهم الآن يطالبوا بإرث بورقيبة وتأسيس الدولة التونسية. كلهم متفقين على أنه ليس هناك آفاق للتنمية أو التطور أو التقدم دون الانفتاح على الجزائر وليبيا والدول المغاربية كأول طوق، ثم الدول العربية. ليست هناك أفق للتنمية دون الاعتماد على الجار الجزائر أو الاعتماد على الجار ليبيا. الآن ليبيا كما نعرف الظروف اللي تمر بها ليبيا واللي راهي تتأثر بها كثير تونس، إيش قاعد تونس عندها البحر من في الشمال، عندها ليبيا وعندها الجزائر، قاعد لها الجزائر من الجهة الغربية، الجزائر من الجهة الشرقية ليبيا، هو عامل الاستقرار. الجزائر كما قلت، الجزائر لم تمر بالربيع العربي أو ما يسمى الثورة العربية أو نسميه كما شئنا، لأني أظن أنه الآن كي نشوفوا تونس شوفوا الرئيس باجي السبسيلة، أظن أنه صارت ثورة في تونس، حتى التونسيين يقولون حتى ثورة حتى تونس يسموها ثورة. الوزراء كانوا وزراء وقت بن علي وكانوا وزراء وقت الحبيب، النظام لم ينقلب في حد، حتى اسمها كان اسم جميل، ثورة الياسمين، ليس العنف والغيابة والفوضى وتكسير الدولة، الثورة العربية تصحيح للأوضاع، تصحيح للأوضاع، فهمت كما يقول بالفرنسية تو ساب بو ساب، معناتها كي يشوفوا النتائج يقول أين الثورة؟ الأنظمة هي نفسها، إنما النظام التونسي الآن أصبح منفتحا، أصبح نظام ديمقراطي حقيقة، هناك انتخابات نزيهة وشفافة،
على سواء برلمانيه او رئاسيه تمت، وكل معناها هنأ تونس على هذا النجاح وهذه الشفافيه والنزاهه. هناك اداره الان ملتزمه بوظائفها الاساسيه ولا تحشر نفسها في السياسه، هناك سياسيين يمارسون السياسه، هناك برلمان يتواجد فيه كل التوجهات اللي تلقاها عند الناخب التونسي. الان هذه الطبقه السياسيه التونسيه هي تدرك انه برغم انه تختلف في بعض الامور وتختلف حتى في انتماءاتها الايديولوجيه، انما تدرك انه في الواقع في الارض امام الشعب امام الراي العام التونسي وامام الناخب التونسي لا بديل الا التعامل مع الجزائر ومد اليد للجزائر لكي تكون العون سياسيا، لانه سفرية التنسيق الامني حول قضيه ليبيا مثلا الملف الليبي، التنسيق الامني لا يمكن ان يكون متميز الا اذا كان توافق سياسي، واحنا نعرف ان الجزائر ليس لها حل امني للازمه الليبيه بل لها حل سياسي. هذا الحل السياسي عندما اجد انا تونس انها تتوافق معي تماما، واكيد انه هذا التوافق سيخرج من عنه اللقاء بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقه والباجي قائد السبسي، ونعلم انه الرؤساء اذا ما قرروا انه هناك توافق وهناك تطابق في الخطاب والموقف من ملف ليبي كل الهياكل سواء سياسية أو أمنية أو عسكرية ودبلوماسية ستتحرك في نفس الاتجاه، وهذا له 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 دور كبير، لا سيما وأننا نعرف أنه مصر من جهة أخرى وهي الجارة الأخرى لليبيا لديها موقف يتطابق أكثر مع مصالحها الداخلية وليس أساسا وليس معناتها في صالح تقدم الملف الليبي والذهاب إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومتوافقة ومتصالحة. صحيح، شكرا سي شكيب جهري. يبدو هبجا كون عندك اضافه ولا حبيت نطرح عليك سؤال فقط؟ لا شوف، حتى كما قلت انت نخرج من قضيه الفكره تاع الوحده، نخرج من اطار الفكره ونحاول نروحوا للواقعيه. اولا هذا لا يمكن الا في حاله ان تكون في توحيد القوانين. صح، لازم يكون فيه توحيد القوانين، لازم يكون فيه توحيد الانظمه. ماذا تقصد بالانظمه؟ الانظمه السياسيه. اليوم مثلا فيه طرف ماهوش نظام جمهوري، فيه طرف مازال نظام ملكي، وهذا عائق حتى وانه لازم يكون جمهوري باش يكون بيصير. حتى وانه هو في حد ذاته يقول انا ندير تجمع مع جماعه الخليج ما يهمنيش، انا اليوم الامتداد نتاعي ماهوش في المغرب، الامتداد نتاعي بحكم النظام السياسي في الخليج، وقالها ماهوش يعني بكل بصفه علنيه يعني. لانه كون يعني المغرب طالب بالانضمام الى مجلس التعاون الخليجي باعتباره مملكه ما الى ذلك، ولكن هناك عبد الوهاب من يعيب عليك ربما يقول انه هناك من يقول انه الفكره انه الاخرون تجاوزوا يعني هذه الامور. لا يا استاذ، يا استاذ، هذه القضايا كيما نقول تطرح ميدانيا. شوف الجزائر كل مره كانت عندها نيه انها تحاول تخلق تعاون اقتصادي، دارت محاولات مع تونس، دارت محاولات مع موريتانيا في قطاع الصيد البحري، مع ليبيا في قطاع المحروقات، حتى مع إخوان يعني المغاربة في مجال الكهرباء والزراعة، والجزائر تسمح حتى بطريقة غير مباشرة لإخوان المغاربة يجيو يشتغلوا عندنا، ولا سيما في ميدان البناء يعني بكل صراحة. يعني الجزائر كل مرة حاولت، عندها إرادة سياسية حقة حتى معلنة وغير معلنة، أنها ولكن هذا يعني كيما نقول المحاولات لم يعني كيما نقولوا حنا لم تجيب يعني والمشكل ما كانش من طرف الجزائر، المشكل كان دائما من طرف يعني الآخر، حتى في قضية يعني المركب مصنع الإسمنت حتى الإخوان التونسيين يعني ما لعبوش يعني كيما نقولوا الإنسان هذا الحقيقة يعني بكل صراحة. ما إذن القضية هي إرادة سياسية، هي كيما نقولوا حنا كيما نقولوا لازم يكون فيه توحيد القوانين، قوانين مش أنا دروك نتفق عندي قانون زي وأنت عندك قانون زي، لأن في الاتحاد الأوروبي فيه توحيد القوانين. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب. فيه توحيد التشريع. نعم عبد الوهاب جاكون، راح نرجع لك الخبير الأمني، ولكن مضطر أني ننقل النقاش الأستاذ أحمر شوتري. الآن في ظل هذا التقارب الموجود اللي ذكره سي عبد الوهاب جاكون،
وكما ذكر الأنظمة وذكر التقارب لازم يكون باش نقدروا واحد تكون عندنا أفكار واقعية في توحيد. لكن اليوم عندنا أيضا مطبات تواجه هذا الأمر لا سيما من دول في المنطقة، يعني قادرة تكون دول في المنطقة، يخلق نوع من القلق باعتبار أنه ما تمخض عن مصر طلعوا الإخوان ومن بعدين حدث الذي حدث، فتم استعادة السلطة من طرف الجيش ثم إعادة انتخاب الفتاح السيسي. في تونس أيضا كانت يعني النهضة، وإن كانت هي التي ليست هي التي خلقت موجة الربيع العربي في تونس باعتبار أن حتى القادة كانوا في فرنسا وخارج البلاد، لكن الشعب التونسي هو الذي انتفض وطالب بالتغيير وحقه والنقابات، وأنت تعرف هذا أستاذ دكتور. اليوم العودة إلى النظام السياسي الجزائري ومرونة العلاقات بعد نوع من التشوهات التي كانت أثناء تعرف طبعا أثناء الثورات والربيع وما إلى ذلك، العودة إلى الدفء هذا يعني، وكاين يعني مدخلات ومخرجات بين هذه الدول تثير أيضا قلق مثلا لدى ما تبقى من حكم الإسلاميين في المغرب الشقيق. هل تعتبر هذه من المطبات وكيف يمكن تدليلها؟ شوف يعني مهم جدا أنك نسمع في نقاش يعني في بلاط كما هذا لقاء مع السيد راس الغنوشي، يعني وصف ما حدث في الانتخابات الأخيرة، وصف يعني في الحقيقة فيه منطق يعني. طرحوا له نفس السؤال، قالوا رجع النظام السابق، قالوا صحيح السيد السبسي من النظام السابق، وصفوا بفتح مكة، قالوا بعد فتح مكة تم تدمير النظام الجاهلي وقوانينه وما استهدفش الأفراد. قالوا سيد القائد السبسي كان في النظام السابق، الآن قبل النظام الجديد والقوانين الجديدة واللعبة الجديدة، فهذا هو المكسب. قال نعم شايف، فنفس الشيء صحيح الربيع العربي أو غير الربيع العربي، الآن قالها الأستاذ الخبير الأمني قبيل قبل قليل، قال لك فيه تغير، مش ما فيهش تغير. الشيء اللي حصل في تونس هو أن العقلية القديمة انتهت، تونس الآن تعيش عقلية جديدة، وهو التبادل السلمي على السلطة، وهو الاحتكام للصندوق، وهو التراضي في حل المشاكل بين السياسيين والفرقاء، هذا اللي ربحته تونس. الجزائر يعني أنا مرة قلتها ثاني في بلاطو كما هذا في أحد القنوات، أن الجزائر دائما حذرة في علاقاتها، ما تحبش تدخل في شؤونها تاريخيا، دبلوماسية ما تحبش تدخل في شؤون العربي، مبدأ السياسة الخارجية الجزائرية مثل ما هي ترفض يدخلوا في شؤونها، هي ترفض تدخل، خاصة العرب حذرة عمرها ما تتدخل داخل القطر العربي الواحد أو بين قطرين عربيين، إذا استدعيت لعب دور نعم، وإذا المستدعى تبقى بعيدة عن هذا الموضوع. وحاول يعني مثل ما قال الأستاذ عبد الوهاب قبل قليل أنه دائما الجزائر تحاول تكون إيجابية حقيقة، مش حنا نمدح في النظام الجزائري، أنا معارض للنظام، لكن هذه الحقيقة ما يلزمش ندرجها. يعني الآن واقع جديد في تونس فيه بعض الأنظمة العربية اللي هي مربوطة بأجندات خارجية ونقولها يعني قطر وغيرها يعني. أيوة. هذا موضوع آخر، الجزائر غير المحور. أنا قبيل ذكرت المحاور، الآن اللي تقوم به الجزائر هو ليس محور، وإنما هو إعادة بناء علاقات جديدة وفق المعطيات الجديدة. جيد. وفق المعطيات الجديدة. نعم. لأن الجزائر تعتبر نفسها وهذه دائما نسأل صح، عندنا ملاحظات كثيرة على النظام ونريد المزيد من الحريات ونريد المزيد من الديمقراطية إصلاحات سياسية، لكن الجزائر تختلف عن الأنظمة العربية اللي صارت فيها. بلاش احنا ما عندناش زعيم، الجزائر ما فيهاش زعيم، صح الرئيس طول ولكن ما عندناش زعيم، احنا ما عندناش إشكالية زعيم اللي موجودة في مصر وموجودة في تونس مثلا أو في ليبيا أو في سوريا. هذا مهم جدا، مهم جدا، يؤثر على نفسية الناس، قضية الزعامة غير موجودة، يؤثر على العلاقات في العلاقات الدولية، كيف ينظروك في فرنسا، كيف ينظروك أمريكا، ينظروك الجزائر، ما عندهاش واحد مشبث بالحكم طول حياته، ما فيش هذه الفكرة. صح. هذه انتهت، تجاوزناها احنا من زمان، من التسعين تجاوزناها، ولذلك الجزائر تشوف روحها أو النظام الجزائري يشوف روحه هو غير معني بالربيع العربي لأسباب كثيرة منها النقطة دي.
صح من هالنقطة دي. أسباب التغيير، أسباب التغيير تم يعني اللي ثارت من أجلها ناس في الجزائر يعني انتهينا منها، واللي بالضبط واللي انطقها بن علي قال فهمتكم، ولا السلطة دائمة، قال لهم راني فهمتكم يعني، قالها بن علي يعني عبر عليها. ومع ذلك احنا نريد من الجزائر في الوقت اللي هي تتعامل مع هذه الواقع الجديدة هي ثاني كذلك تسرع أمامها كثير من الإصلاحات. على كل حال هذا ليس موضوع النقاش تاع اليوم، احنا لا نناقش النظام في الجزائر وإنما نناقش حالة الجديدة. الجزائر تبني في علاقات جديدة في المنطقة في ضوء التغيرات الجديدة وتريد ترسيخها، مش زعلانة من التغير في تونس أبدا، تريد ترسيخها وتثبيتها. هناك البعض في الأول أستاذ بخليك تكمل في الفكرة، لأنه البعض قال أنه طبعا يعني النظام السياسي في الجزائر نظام ما قاسوش الربيع العربي، ويعني هم قدم يعني قعدنا بلغة ويسموه، قال أنه التزاوج في المرحلة القادمة ما راحش يكون. أنا هذه النقطة اللي بحثت عليها في البرنامج، كيفاش يكون؟ يكون كيفاش يكون؟ ليش نقول لك يكون؟ أولا أنا قلت لك أنا النظام في الجزائر يعتبر نفسه أنه غير معني بما حصل، شايف غير معني فيما حصل، ويعتبر نفسه نظام مستقر ونظام عنده وزنه في المنطقة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والأمني وحتى العسكري الصناعي. ولذلك هو يشوف روحه أنه مسؤول أيضا، من روح المسؤولية كجيرة كأخوة كتاريخ إلى آخره، ومن مصلحته أيضا أنه يساعد هذه الدول المنطقة سواء في تونس أو في ليبيا. ماذا بها الجزائر المشكل في ليبيا راه تحل، ودعت في الأمم المتحدة وكثير مرات الحلول السياسية يعني. بالضبط يعني نعم، وميش بمزاجها الجزائر لا تطالب، لا اللي يتفقوا عليه الليبيين جيش هو هذا. شكرا أستاذ أحمد شوتري، تفضل أستاذ نرجع. هو لا يعني كل صراحة لا مجال للمقارنة يعني، الحمد لله احنا كنا نحكم الجزائر بغض النظر عن طبيعة النظام، مجال الحريات متوفر. نحن لا نقارن عبد الوهاب، نحن نبحث عن سمحني نقاط الارتباط، هذا ما يهمنا. لا لا، مجال الحريات متوفرة، مجال الحريات متوفرة. الشعب واش يحوس؟ انه يعبر عن نفسه، عنده قنوات يعبر على كما نقولوا يعبر من خلال عن نفسه. نعم. عن طموحاته، عن انشغالاته. هذه الامور توفرت في التسعينيات، والنظام الجزائري كان راح مستعد انه يروح يعني لأبعد. ولكن هل كل الاطراف السياسيه كما هو في تونس اتفقوا على حد ادنى على طبيعه الدوله، على الدستور، طبيعه الدستور، ما هو الدستور؟ لان اول محاوله ديمقراطيه جاده شكون نجهضها؟ لازم نقولوا، وكل واحد عنده مسؤوليه في هذا المجال. انا بالنسبه ليا باش ما نبقاش محصور في الخطاب الرسمي، قال احنا الربيع العربي عشنا في الثمانينات، احنا عشنا تجربتنا كجزائريين. علاش انا نربط نفسي بمحيط؟ انا شعب عاد بلد، عندي تاريخي، عندي ماضي، عندي تقاليد تاعي، عندي اشياء لربما حتى وانا نشترك في عده اشياء مع الجيران، ولكن كاين اشياء خاصه بي. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الوهاب جاكون، ساعود لك في سياق النقاش. الاستاذ عبد الوهاب بناط، الان عبد الوهاب جاكون فصل في مساله تقريبا مع حوت شوتري والضيف، المسائل السياسيه ومسائل التزاوج بين ما نتج عن الربيع العربي ويعني الجزائر. خلاص الامور الان عندنا هواجس امنيه كبيره في المنطقه، لا سيما ان شفنا تركيز الجزائر في الاونه الاخيره على قضيه الحدود يعني في الجهه الجنوبيه، قضيه الامن في منطقه الساحل، قضيه دول الميدان، قضيه نشاط الجماعات الاسلاميه نتيجه فوضى السلاح يعني عن اثر انهيار نظام العقيد معمر القذافي. كل هذه هواجس الدول، هواجس يعني مشاكل تقلق ليل نهار. اليوم هل القوة العسكرية الجزائرية هي التي ستقود مثلا ضمنيا، احنا ما نقولش راح نديروا حملة عسكرية، ولكن مثلا ضمنيا هي التي يعول عليها يعني؟ انا عطفا على ما تفضل به الاستاذ عبد الوهاب فيما يخص الربيع العربي، يعني اذا كان الكثير من يعني هناك أزمة مصطلحات. إذا كان الربيع العربي هذا كما رانا شفناه يعني راه الله أعلم مأساة خلف دمار، شفنا الدمار والنتيجة يعني راهي واضحة المعالم، يعني واضحة المعالم. ولو نديروا إسقاطات الربيع العربي على الدول التي
الآن تصنف في الدول ذات المخاطر الكبيرة كما مثلا كما الدولة ليبيا، رانا شفنا الأزمة الداخلية لها تداعيات وتلقي بظلالها على شأن داخلي إقليمي لكل الدول المجاورة. هناك من يغذي هذه النعرات يعني ويدعم بعض الفصائل بالأسلحة، وحتى المقاربة السياسية التي تقدمت بها الجزائر يعني تعرضت إلى تقويض من يعني نقولها بصراحة من قبل قوى كبرى المملكة المغربية، وحتى الدولة المصرية يعني ما باركتهاش كما كان لازم الحال. كما تفضل الأخ النايب يقول بلي مصر يعني تشوف واش يخدم الشأن الداخلي تاعها، ولكن على الدولة المصرية أن تتحمل المسؤولية التاريخية أمام الأمة العربية، لأنه كل ما يترتب على الأزمة يعني لها قسط من المسؤولية. لهذه الأسباب يعني القوة تاع الجزائر، القوة تاع الدولة الجزائرية يعني سواء كانت القوة تاع المؤسسة العسكرية ولا المؤسسات الاستخباراتية ولا الأمن ولا الانتعاش تاع الدبلوماسية، لا يمكن يعني بوحده راح يكون هو يقود القاطرة تاع مواجهة ظاهرة هذه تاع لكن الألف. عبد الوهاب بن ناطق يعني العقيد المتقاعد، شفنا أنه تشاد تركز في زيارة الرئيس تشادي مؤخرا الجزائر، أهم شيء ركز عليه يعني هو الجانب الأمني والجانب الاقتصادي طبعا في درجة ثانية، ولكن الجانب الأمني شفنا أنه رئيس نيجيري لما الجزائر ركز على الجانب الأمني يعني فيهاش نقاش جوانب أمنية، وأكيد أنه يعني هناك قادة أفارقة أيضا الذين يتباحثون مع مسؤولين جزائريين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية. اليوم زيارة الباجي قايد السبسي إلى الجزائر فيما يتعلق بالملف أو الشق الأمني، هل يعني تكون بنفس الهواجس الإفريقية؟ هل ستكون يعني الهواجس أين تكمن بالضبط؟ لو نرجع مثلا للدولة تاع النيجر ولا دولة تشاد، يعني ازدواجية في المعايير وفي التقييم تاع التعامل مع هكذا أوضاع. شفنا الرئيس تاع تشاد جاء الجزائر في زيارة يعني كانت يعني ارتقت الى مستوى تاع تعاون، نعم، ولكن يرجع البلاد ويطالب بالتدخل تاع الدوله الفرنسيه. مشكل كبير بالضبط، المشكل كبير بالضبط. النيجر يعني رانا شفنا طلب حتى هو طلب من الدوله الفرنسيه باش تتدخل. شكرا جزيلا لك سي عبد الوهاب بن ناطق، ولكن هنا فتحت لنا نافذه كبيره في النقاش، غير انه هذا غير موجود عند الأشقاء التوانسة، يعني الموقف التونسي كان دائما وإلى غاية اليوم فيه ثبات في المواقف ومن القضايا الكبرى وما إلى ذلك، على خلاف مواقف كثير من الدول الإفريقية. شوف نرجعوا للثورة التونسية يعني كما سموها ثورة الياسمين التي جاءت بإصلاحات قادتها تشكيلات نقابية وبعض أساسة ومحامون وما إلى ذلك من مثقفين. احنا شفنا باللي التشكيلات التي أفرزها الصندوق يعني تحذو حذو الدول المتقدمة، الدول المتطورة في الفكر، لأنهم مهيئوا الناس فكريا وطالبوا بمزيد من الحريات، نعم، وإصلاحات سياسية، وشفنا راهم عطوا أروع الأمثلة وتفاداوا الكثير من الأخطاء يعني اللي ربما أدت بالإدارة التي يعني جاءت بعد سقوط القذافي إلى اصطدامها بالكثير من المشاكل، بما فيها قانون العزل السياسي والإداري اللي تراجعت عليه على عكس الدولة يعني على عكس تونس. حتى وفيها باجي قايد السبسي يعني كان مارس مسؤوليات كبيره في ظل النظام. نعم، هذا السؤال اللي راني حاب نطرحه على الاستاذ شطري قبل ما ينتهي البرنامج، يعني اللي كما ذكر الاستاذ الخبير الامني سي عبد الوهاب بن ناطق، الباجي قايد السبسي مسؤول سابق ممارس في كثير من الحكومات، ما بينها يعني هو ايضا يعني نقدر نقول انه في التوجه اللي كنت تكلم عليه في اطار البعثيه القوميه وما الى ذلك. الوحدويه. اليوم 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 هل تعتقد انه ما تتعرض له الدول العربيه من ضغوط ظاهره ام غير ظاهره فيما يتعلق بالاصلاحات السياسيه وقضيه الحريات والديمقراطيه وما الى ذلك،
هذا الرجل ما هي الآليات التي يعني يتوفر عليها ليجابه هذه الماكينة العالمية؟ أعتقد واحد رجل مثل بيج قاسم السبسي كرجل خبرة، نعم، من حيث العمر، من حيث الممارسة السياسية، كان وزير داخلية، معناه الجانب الأمني، إيه معشش، نعم، رئيس حكومة، وزير خارجية، ما عرفناش، عاصر بورقيبة، بورقيبة من استهين به في الحكم، نعم، صاحب خبرة، نعم، وعاصر بن علي إلى آخره، وعنده علاقات مع الرئيس بوتفليقة، وعنده علاقات مع كثير من الشخصيات، مع صدام حسين، مع إيه، عنده علاقات كبيرة، يعني خبرة كبيرة. إذن الجانب الخبرة مع العمر نتاعو، مع ما حصل في تونس، مع ما يجري في العالم، وهو شخص مهم يعني مش بس بسيط. يعني أنا مرة في إحدى اللقاءات وكان على سكايب ممثل نتاعو، قلت لهم لا تغتروا، الشعب التونسي ما اختار قايد السبسي والله نداء تونس أو رجع القدم، استدعى. الشعب التونسي يحتاج زوج حوايج الآن، الأمن وشغل يعني والتنمية والإدارة، لأن ركضت في عهد الإسلاميين، في عهد الإسلاميين هم اللي كانوا مسيطرين على الحكومة، ثم هذا استدعاء. إذا نداء تونس فهم الرسالة القديمة والجديدة راه ينجح. وانتقدت حتى السيد السبسي، قلت لهم كي جا ربع شهر الأولى هذيك رئيس الوزراء دار خطاب خمس سوايع بالطريقة البورقيبية القديمة، إذا يستمر هكذا راه يفشل. يطول على المسؤولين في نداء تونس والمستشارين ينبهوه. شايف؟ ولذلك أنا أعتقد باختصار بكلمة، نعم تفضل أستاذ نختار. السيد بايش خمسيش معود على الجزائر بشكل كبير، معول عليها اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير وأمنيا. على فكرة الجانب الأمني في تونس هو غيره في تشاد والنيجر ومالي، تمام، محدود، ومحدود بالحدود الجزائرية تحديدا والليبية. وتونس قادرة بالتعاون الجزائري، قادرة تحسم موضوع الأمن. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد شوتري. كلمة منك يعني ختامية فيما يتعلق بأفاق هذا التعاون الجزائري التونسي أستاذ شكيب جوهري. والله بصفتي ممثل للجالية الجزائرية مقيمة بتونس، أتمنى أن ترتقي العلاقات الجزائرية التونسية إلى المستوى الذي تطمح إليه هذه الجاليات، سواء التونسية بالجزائر أو الجزائرية بتونس، حيث كما قال الأستاذ هناك اختلاط وتزاوج وتلاحم في الثقافات وفي التاريخ بين هذه الشعوب، ونظن أن هذه الشعوب تتوق إلى تنمية بحيث تشوف نفتح أفاق جديدة للشباب نتاعها، وخاصة لرام يعني بطالة، وخاصة المناطق الحدودية. أتمنى الرئيسين أنهم يعطيوا توجه جديد لهذه العلاقات، نعم، لبعث هذا الأفاق الجديدة. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم ضيوفي ككل، شكرا سي عبد الوهاب بناط الخبير الأمني، اليوم عدت معنا البرنامج نهش بعد غياب. شكرا، شكرا للدكتور أحمد شوتري أستاذ بجامعة الجزائر خبير العلاقات الدولية، بارك الله فيك أستاذ، والشكر موصول لك. شكيب جوهري وهو نائب المجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية بالمغرب العربي والدول العربية وإفريقيا وآسيا عن حزب جبهة التحرير الوطني. طويل ملتقى شاسع. شكرا سي عبد الوهاب جاكون مدير يوميات لا نظر بيبليك، بارح كان نقاش ساخن مع الاخ العربي. العربي اليوم غاب على الساحه، اليوم غاب يرتاح. يرتاح هو النهار بالحقيقه، قال لي للسي عبد الوهاب، قال لي قول له شويه يراجع المواقف والى اخره، وانا ما شفتوش يعني، عندي مده ما شفتوش يعني، كان وكان متوقع هيك المعركه. شعبان شقيقان جاران، على كل حال في الحقيقة هما شعب واحد، الشعب الجزائري والتونسي. نتمنى إن شاء الله التوفيق لشقائنا في تونس، وطبعا مزيد من التعاون الاقتصادي وكذا. الجزائر طبعا مزيد من التعاون الاقتصادي ما يهم أيضا، كنا حبدا لو تكلمنا عن التعاون الاقتصادي، معليش في مناسبات قادمة إن شاء الله ونتكلموا عن التعاون الاقتصادي أيضا على درجة أهمية، درجة بالغة من الأهمية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بقية أوقات طيبة مع برامج قناة الجزائر تي في، نلقاكم غدا بإذن الله، دمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا أستاذ، شكرا.